في لحظات تحولت إلى ركام وأصبحت خرابا ودمارا. هكذا بدت ولاية بومرداس ذات ليلة من العام 2003، لكنها اليوم استعادت الحياة شيئا فشيئا وتتجه نحو محو آثار كارثة عادت إلى الأذهان بمناسبة الملتقى الدولي للحد من مخاطر الزلازل. يأتي هذا اللقاء بعد مرور 20 عاما على الزلزال المدمر الذي ضرب إحدى ولاياتنا العزيزة ولاية بومرداس يوم 21 مايو 2003، الذي بلغت شدته 6.8 درجات على سلم ريختر، والذي أدى إلى خسائر بشرية ومادية معتبرة. نذكر منها على سبيل التذكير 2286 وفاة و 3354 مصاب و 1263 مفقود. الآن ولاية بومرداس تتوجه نحو أفق جديدة بمقاييس وترسانة قانونية وتنظيمية مستجدة، يعني تغيرت بعد زلزال بومرداس. الملتقى الذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات على مدار يومين يناقش السبل الكفيلة بالتقليل من حدة الزلازل والآليات التي من شأنها التخفيف من أثاره. عززت الجزائر ترسانة مؤسسات القانونية بإصدار القانون 2004 الذي حدد المخاطر الكبرى العشرة وأهمها الزلزال، خاصة في الشمال الجزائري الذي يعتبر منطقة نشاط مستمر زلزالي مستمر. كلش مبني على القوانين بالنسبة للهندسة المقاومة للزلازل، هذه هي الاستراتيجية الوقائية الوحيدة بالنسبة للمناطق الزلزالية. إشادة واسعة لقيتها الجزائر نظير مساهماتها في الحد من الكوارث الكبرى وتقديم المساعدة أثناء الكوارث على الصعيدين العربي والدولي. جهود الجزائر لا تتوقف فقط على التدخل، ولكن تأتي أيضا في البداية في وضع السياسات، في سن القوانين المختلفة على مستوى المنطقة العربية، على المستوى العربي وأيضا على المستوى الأفريقي في إطار الآليات الأفريقية الأخرى. جهود الجزائر مشكورة في الدعم الذي قدمته بشكل عاجل إلى الضحايا في سوريا وفي تركيا، أو الزلزال الذي وقع هناك أحد الزلازل المدمرة، فطبعا جهودها مشكورة. تعزيز وتحيين الترسانة القانونية وطرح سبل تطبيقها وتبادل الخبرات على الصعيدين الإقليمي والدولي ليس من شأنه وقف الزلازل، لكن بإمكانه التقليل من وقعها، وهو ما تعمل الجزائر على تحقيقه، وهي التي تمتلك خبرة في التعامل مع مختلف الكوارث.